دي صحيح. مشكلتنا اسلام الجوانب الاداريه في اتحاد الكوره واللوائح مع الاسف تحس ان الناس بعيده عنها او الناس ما عندهاش درايه بيها او الناس ما بتاكدش عليها وان اللائحه ديت معموله لحد تاني مش معموله للكره المصريه وللدوري المصري فمع الاسف يعني مسؤولين نادي اتحاد الكوره بعاد جدا يا اسلام ومتخاذلين جدا وكسلانين جدا وتحس كده ان هم خايفين ياخدوا قرار صحيح. يعني اللائحه موجوده يقول لك ايه حاجات غريبه لا رحل لا وقف ما انا عندي لائحه يا جماعه ما ناخد اللائحه اسلام اي حاجه يعني هل من الممكن انا هسالك كمشجع اهلاوي انا راجل بشجع الاهلي لو انا شفت ضربه الجزاء اللي احتسبت في مباراه مودرن فيوتشر وبيراميدز لصالح بيراميدز واشوف زيها في مباراه الاهلي والبلديه تاني يوم ولاقي ان دي اتحسبت وفاز بها بيراميدز بثلاثه نقاط ما عنديش مشكله يعني عشان ما حدش يفتكر لا ما عنديش مشكله أيوة طبعا ولكن كما تطبق نظام ضربات الجزاء هنا بالمثل لو سمحت طبقه هنا وفي نفس الكوره ونفس اللعبه صح نفس اللعبه كل حاجه انا كمشجع اهلاوي وانا قاعد بفكر في اللي بيحصل اقول ايه يعني هقول ايه اول حاجه هتيجي في دماغي هو تلاقي اتحاد الكوره مش عايز الاهلي يكسب الدوري مثلا بالظبط وده اللي بيتقال فعلا اسلام من جماهير النادي الاهلي لا في تعند واضح قوي ان الناس عايزه تدي الدوري لبيراميدز واضح قوي الناس بتساعده من خلال التحكيم من خلال المباريات وجماهير النادي الاهلي مش على بيراميدز تحديدا ولكن بشكل يعني عام يعني هو يعني الاقرب المنافسه يعني القريبه للنادي الاهلي الزمالك بيراميدز فطبعا يعني. واضح قوي ان جماهير النادي الاهلي مثقفه وعندها وعي الاهم شايفه ده كله الاهم